عبر الهاتف من أبو ظبي مع العميد أحمد المسماري الناطق باسم القوات المسلحة الليبية. أهلا بك معنا سيادة العميد، إذا أمكن أن تضعنا بتفاصيل أوفى عما حدث وإلى أي درجة يلتزم المواطنون بالبيانات الصادرة. أولا السلام عليكم وحييك وحيي كل المشاهدين. وعليكم السلام. بعد معارك متواصلة منذ حوالي أسبوعين من اليوم، تمكنت مجموعة غرفة العمليات مكافحة الإرهاب في سبراتا من دحر الإرهابيين ومن دحر كتيبة ميليشيا عمو أو أحمد الدباشي. الأهم والمهم الآن بعد التحرير، لا نرغب في تدافع المواطنين والعودة إلى الأماكن المحررة حتى تتم عملية تطهير من الألغام والمفخخات ومخلفات الحرب. عن أي مخلفات نتحدث هنا سيادة العميد؟ يعني كتوقعات عن أي أجسام، ألغام، كعدد، كأنواع؟ تنقسم عادة مخلفات الحرب بخبرتنا في مدينة بنغازي إلى ثلاث مكونات رئيسية. أولا الألغام التي تزرع في الطرقات وفي الشوارع وفي الممرات الرئيسية. ثانيا بالمفخخات التي يقوم بها بتفخيخ المباني والمنازل والسيارات وغيرها من الأمور. ثالثا بمخلفات الحرب وهي القذائف التي لم تنفجر أو مخازن الذخيرة التي في الخلف أو بقايا ما تبقى من مواد مشبوهة قد تكون فيها بعض المخاطر على المواطنين. ماذا تعرفون عن المتهمين؟ إلى أي درجة لازلنا نتحدث عن شبهات فقط؟ ما الذي لديكم؟ وإلى أي درجة هذا يضاف يعني ويحسب لصالحكم موضوع تركيزكم على عدم المساس وعدم بأي من عائلات المتهمين؟ طبعا هذا بيان مهم جدا. نحن في بنغازي واجهنا بعض المشاكل نظرا لعمليات ثار او انتقام او ما شابه ذلك، ولكن كل منطقه ندخلها نبدا مع التنسيق مع الحكماء والعقلاء في هذه المنطقه وكذلك الاجهزه الامنيه بحمايه ممتلكات المواطنين مهما كانت درجه القرابه للمجرمين. كذلك نوجه نداء للمواطن بشكل مباشر ان عليه ان يحترم القانون وعليه ان يتوجه الى مراكز الشرطة أو الجهات القضائية من أجل استرداد الحقوق، ولكن عملية تدمير المنازل وحرق المزارع وغيرها من الأمور هذه ممنوعة جدا في بلاغاتنا. دائما نؤكد عليها أن هذه قد تكون من ممتلكات عائلة كاملة وهذا الشخص المنحرف لا يمثل هذه العائلة. أنا أشكرك جزيلا من أبو ظبي سيادة العميد أحمد المسماري الناطق باسم القوات المسلحة الليبية، شكرا على مشاركتك.